مرحبا بكم في شيء ما يتخبى أكيد باش نحكي وعلى الحدث الأبرز الأيامات هذه هو عدم المصادقة على حكومة لحبيب الجملي، ثم أنه هل عدم المصادقة على الحكومة هذه يعد المربع المريح اللي تسعى حركة النهضة إلى الرجوع إليه من أجل الحكم دون أن تكون في الواجهة، ثم عدم تحمل مسؤولية أي رئيس حكومة، كذلك عدم تحمل أخطاء تشكيل حكومي لاحقا. هل أنه يعني الفضاء هذا هو الفضاء المريح بالنسبة للحركة أم لا؟ تفاعلات الشارع بشكون معنا في شيء ما يتخبى. سقوط الحكومة في حد ذاته كان منتظر البارح. انا البارح صدقني حتى لسبيل الفضل كما هو، انا البارح ربي استجاب للدعاء. انا وقت اللي باش يعدي ومر الحكومه تاعو يا ربي ان شاء الله ما تعداش، لان وقت اللي يشوف فهمتني السيد رئيس الوزراء مستوى محدود فهمتني، كي تقول لي النهضه حاطط روحها في المربع هذاك تو وصلوا بدي مصوتين للحكومه 71 72، الفارق كبير ياسر، الفارق كبير ياسر ياسر. حتى في صوره بها باش تتمرر حكومه الرئيس، حتى باش تمر حكومة السيد الرئيس فهمتي، زاد يقولوا زاد يرد باله يحط لنا الشخص هذاك، هو يعرف رد باله يحط لنا يوسف الشاهد مرة أخرى، زاد نبداو واضحين لأن توا بروبوزي باش يتحط يوسف الشاهد. يوسف الشاهد أقول لك أنا فهمتي، فما حاجة قاعدين يحبوا يعملوها للبلاد، النهضة تحطت قدام مسؤولياتها، ما عليك إلا تخدم، راهو زايد فهمتي، البلاد توا وصلت، أنت تعرف فين وصلت، أنت تولي شكون حط لحبيب الجملي؟ أنت حطيته بالون اختبار لحبيب الجملي، أنت لحبيب الجملي مسكن صدقني حطيته بالون اختبار وقدمته كبش فداء، أنت عارفه مش باش تعدى، الوقت اللي يشوف سيفيات، الوقت اللي يشوف سيفي بتاع السيد وزير يعني الشؤون الاجتماعية، إن شاء الله معلوماتي غالطة يا ربي، إن شاء الله معلوماتي غالطة، وقت اللي يقول لي ولده متورط في تفجير نفسه في مسجد في سمراء، نقول لك سامحني يعني. لا لا ولا ثم شوية خلوير، كي تقول لي فهمتني السيد وزير العدل فهمتني اكتب القرار بحلان الرابطة، السيد وزير العدل اللي مقترح فهمتي هو اللي حكم في قضيه لطفي نقر هنا ولا والله صدقني بريمو سيدو خصم سيدو يا اخي سيد حبيب الجملي، انت كي عارف حطيت عباد كيما هكا، اذا كان بالمجد المعلومات صحيحه يا اخي باش تعدلك الحكومه هذه، ماهيش باش تعدلك فهمتي، ما هو ذاك توا شنو اللي يقول اللي شفت البارح، انا شفت البارح في خطاب لخيان اعضاء مجلس النواب، هما هذوكم اعضائنا ينوبونا راهو، وقت اللي يجي يقول لك انا او بعد الطوفان، وقت اللي يقول لك انا او بعد الطوفان، هو توا صدقني نواب النهضه على مستوى كبير، قالوا راهو اذا ما تعداش الحكومه هذه بشيل الانتخابات اخرى سابقه لاوانها، لان انت حضرت فما انتخابات، فما يعني سوء نيه، حتى حكومه السيد الرئيس مش تتعدى راهو فهمتني، لكن كل حد لهنا يتحمل مسؤوليته، باش وصلنا احنا بعد الثوره شنو يعملوا مراجعه، بعد الثوره فين وصلنا؟ فين وصل الشعب بعد الثوره؟ كيف قد الشعب ولا يائس؟ توصلنا معناها يعني الشعب ولا يمشي معناها يعني صدقني من لا اله الا الله محمد رسول الله، توصلنا بعد الثوره فهمتني يعني كنا على الاقل نجموا 250 دينار نجموا نعيشوا، اليوم ب 1000 دينار ما تنجمش تعيش. اليوم بدي ما تحقق حتى شيء من الثوره، صدقنا حتى على ابواب الاحتفال، على ابواب الاحتفال بذكرى الفوز على باب 14 جانفي، احنا شنو اللي تحقق من 14 جانفي؟ تعيطنا شغل وحريه وكرامه وطنيه، ولينا تصدقني واحد انا واحد من الناس حضرت 14 جانفي، ما ريتش روحي تافه قد 14 جانفي، ما ريتش روحي تافه قد 14 جانفي، كارثه وحلت فيها البلاد، انا بيدي سامت من موقعي، كارثه وحلت فيها البلاد، ان شاء الله ربي يخلص وحل البلاد من الوحله هذه. لا هي تتحمل كل المسؤوليه، لان ما حصلش اختيار. وهذه معناتها كنا احنا متوقعين ان الحكومه باش تكون حكومه سياسيه صح، لان الاحزاب في النظام البرلماني الاحزاب هي تشكل الحكومات مستقلين، والكفاءات هذه ما فهمها معناتها ماهيش موجوده في حياه البلاد، يعني من النظام البرلماني معناتها الاحزاب المنتخبه هي تشكل الحكومه، هذا كان المفروض. بون النهضه ممكن ماهيش مرتاحه توا، مش مرتاحه لانه يعني الغلطه كانت كبيره برشا فهمني، هذه غلطه الاولى. نحكي السقوط، والله انا البارح شهدت يعني مشهد غريب ياسر، اول مره نشاهد مش سقوط حبيبي الحكومه بركة، كل شيء سقط البارح، الاخلاق سقطت، السياسيين سقطوا، الاحزاب سقطت، قعد كان القبه بتاع البرلمان ما سقطتش، يعني مشهد يعني ما يشرفش، مشهد ما يشرفش كل صراحة. يحكيوا على الابتزاز، يحكيوا على الرشوة، يحكيوا على عطاوا فلوس أو أخذوا فلوس أو الإمارات أو غريبة يعني نائب انتخبك الشعب فهمني، تحكي بمنطقة ذيك أو باللغة ذيك أو هاي حكومة ولدت ميتة أو الميت، ما فهمتش أنا يعني ترى هما يعني مسؤولين ولا مش مسؤولين، هذيك هو فهمني باش تحمل توا مثلا ماشي لحكومة الرئيس،
والله انا قاعد بيت، انا مستغرب شنو حكومة الرئيس؟ شو بيجيب لنا رئيس؟ شكون بيجيبونه مش حطوا رئيس؟ تو الرئيس خمس مساعات هو قبل كل شيء. وين فماش حكومة الرئيس؟ الرئيس يحب تمشي الانتخابات، يعني فماش شكون يمثله في البرلمان؟ فماش شكون يمثله في البرلمان؟ ويحب شكون يمثله في البرلمان؟ ويساعده يمشي الانتخابات. يعني هو باش يكون حزب مدة هذه، مدة هذه يا ريتها باش يعمل حزب. وسميه يحب هو، يسميه حتى حزب، حتى حزب الشعب يريد. ينجم يعملها. عرفتي شكون يمثله في البرلمان؟ القوي نتاعو شكون باش يعداه؟ يحب يغير الدستور، شكون يغيره؟ حركة النهضة، قال تونس يغير الدستور. بدل قانون الانتخابات شكون باش يبدله؟ شكون باش يبدله؟ ما عندك حتى حد، ما شكون مساند الرئيس في مجلس النواب. ولهذا ماذا بيا هو يجيب لهم اي واحد ما يصوتوش عليه يمشيوا حكومة الانتخابات وخلي يمشيوا الانتخابات زي. شو المشكل؟ يعني قاعدين توا ثلاث شهرين من غير حكومة وناخذوا شهرين اخرين وشو المشكل؟ الوضع البلاد معروف، بلاد فارسة، فهمني؟ شو باش يعملوا حتى كي جات حكومة توا شو باش تعمل؟ ما عندها ما دام النهضة هي بيدها مرتبكة، معناها جاتها فرص مش تلقى الحلول اللازمة، لكن فلت الفرصة عليها. وتو مش تعدى حكومة الرئيس، حكومة الرئيس فيها برشا مطبات، ربما تنجح وربما ما تنجحش. والنهضة أنا ربما أنا اقترح اللي ماذا بها تعمل تحالف مع ناس شرفاء هكا ولا، وتكون واضحة في برنامجها. راهي توا زمام خرج من يديها، ما عادش فما توا حكومة في معناها ماهيش واضحة. ولهذا البلاد على مصلحة البلاد يشوفوا أرضية اللي كونوا ممشي البلاد يمنعوها من الإفلاس، والمواطن ما عادش توا مواطن العظم، فهمت؟ ولهذا معناها مكرة أخاك لا بطل، لازم يختاروا حاجة اللي هي مش تخرج تاخذ منفذ البلاد وتاخذ معناها المسار نتاعها. ما عادش فيها هذه تحالفات مع كذا وكذا، هذه أكل على الدهر وشاربه. مصلحة البلاد قبل كل شيء، أنا للراء مصلحة البلاد قبل كل شيء، يشوفوا كيفاه مع حكومة الرئيس ولا ما غير حسابات وما غير تدخلات خارجية وهذا وعطي هذا وذاك وما غير مصالح وما غير خاطر. إذا مش نخدموا ننظروا بالمنظر هذاك عمره من أمن واحد. يلزم الأحزاب من أجل تونس تتكاتف وكل واحد من منطلق مخه يتحمل مسؤوليته. ما كانش البلاد ماهيش باش تلقى الطريق نتاعها. هل انه عدم المصادقه على حكومه الحبيب الجملي يعد يعني الفضاء الملائم لحركه النهضه باش ترجع للمربع اللي هي ترتاح فيه، انه تكون في الحكم من غير ما تكون في الواجهه، كذلك ما تكونش مسؤوله على تشكيل الحكومه او اخطائها او حتى على وضع رئيس حكومه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نتصور اللي صار ما يتجاوز المساله هذه ومصلحه حركه النهضه، نتصور كون البلاد دخلونا في مازق تو حاليا، والناس اللي ما عدتش الحكومة تو في المرحلة القادمة هي تحمل مسؤولية كل يوم، باش تحمل مسؤولية اللي يصير في البلاد. أني مستثمر ونعرف كون كل يوم تو قاعد يمشي في خسارة كبيرة لتونس، دخلونا في ضبابية كبيرة. نتصور الناس هذوما اللي يحبوا يقنعوا الشعب التونسي كون في عدم تمرير الحكومة فما مصلحة لتونس في المرحلة القادمة هذه، الكل يتحملوا مسؤولية ويكونوا معناها كي اختاروا المعارضة في المرحلة اللي فاتت. توا حاليا نتصور أنهم تفرضت عليهم تحمل المسؤولية ويتحملوا مسؤوليتهم كاملة، التيار وحركة الشعب وقلب تونس وتحيا تونس. توا حاليا باش يتحملوا مسؤوليتهم ويخرجونا في المازق اللي حطونا فيه. نتصور كون الشعب بصفة عامة، ما نحكيش باسم الشعب خاطر كل الناس تحكي باسم الشعب، شو اسمه معناها واعي حاليا، قلنا الحكومة ما تصلحش. المرحلة القادمة عندهم 20 يوم ديجا، المخاسير ولت واضحة، الناس في ضبابية كبيرة، فما مخاسير الشعب التونسي. معناها الموضوع بعد على يوميات الشعب التونسي واحتياجاته. الناس هذوما توا حاليا أنا كمواطن نمثل روحي نحملهم مسؤولية كاملة على اللي يجرى في البلاد ويجرى في الاقتصاد. الموضوع خطير جدا. نتصور يعني كمواطن وليت في ضبابية كبيرة يتحملها حركة تيار. الناس 130 نائب هذوما يتحملوا مسؤوليتهم، وباش نشوفوهم تو حاليا شكون باش يجيبونا وكيفاش باش ان شاء الله ربي يوفقهم
ان شاء الله بعد نتمنى غدوه تصير حكومه، مش 10 ايام اخرين ولا شهرين اخرين، وكان ان شاء الله نوصل للانتخابات وان شاء الله ديمقراطيتنا تعيش. ونتصور معناها حاليا باش تحملوا مسؤوليتهم كبيره. صحيح حركه النهضه 8 سنين معناها سهل الانتقاد للناس اللي حابه تتحمل مسؤوليه، حاليا هم يتحملوا مسؤوليه يورونا ايش باش يعملوا. لان البارح صبت بخيبه امل، معناها كنت معناها في بالي الحكومه مش تتعدى ومش الامور ترجع للنصابه، وقلت هذه كل اللي يحكيوا فيه مجرد معناها خزعبلات ومجرد سياق معناها يقولوا فيه في الفضاء ما يعنيش حتى شيء، لكن المراعون اللي في الاخر اللي ما وافقوش واللي خرجت معنا بخيبه امل ورجع لتونس لعادتها الحاله القديمه. والله انا بقيت باهت زيد من نبيل القروي، معناها اللي هو ما يتعداش واللي هو ما تأزرش مع النهضه وما اعطيهاش صوته، علاش؟ شنو الحساب اللي عنده؟ هذه بقيت معناها سؤال ولغز محيرني، هل خذا فلوس كما يقولوا هما وجماعه خلفان والامارات والسعوديه لعبوا دورهم السيسي في الموضوع هذا؟ الله اعلم. ثم معناها برشا حاجات تثير الشكوك. البارح انا اللي شاهدته البارح هي مهزله بأتم معنى الكلمه، مهزله تاريخيه معناها بأتم معنى الكلمه في نضال وفي الدولة التونسية بالتحديد، اللي احنا ولينا نعملوا نتعاملوا بمرابات، نتعاملوا معناها بخوض وعطي، معناها ثم نوعية كما نقولوا من استفزاز للشعب. باش تقول لي راهي النهضة مش تمشي وتكون في حالة مريحة، أنا نستبعد باش تكون النهضة في حالة مريحة، لأن النهضة في اللحظة هذه بالذات وكل شيء عملت حساب يطلع على حساب آخر. باش تقول أنا تو مش نعطي أنا السلطة لشكون؟ مش الرئيس مش نمشي تو لدولة الرئيس. شنو هي دولة الرئيس هذه؟ ولا شنو هي حكومة الرئيس هذه؟ كيفاش دوره مش يكون الرئيس؟ مش يختار هو؟ معناها برشا حاجات، برشا تساؤلات وبرشا استفسارات. باهي هو الرئيس هذا اللي مش يختاروا كل شيء، كيفاش مش يختاروا على لنا مقاييس؟ ثم شكون قال لك اللي هو كي ما يختارش مش نرجعوا نفس المربع اللي احنا كنا فيه؟ معناها برشا حاجات قاعده تثير في اشكال وقاعده تثير في تساؤلات وقاعده تثير في لغط معناها في البلاد. اما اللي حاجه نحب نقولها لكم معناها بكل اسف للاسف الكبير، واللي هذه لمسته البارح وانا تبعت معناها المداخلات نتاع الساده النواب اللي كانوا موجودين في الساحه، اللي هما ما كانش عندهم مسؤوليه واحد، واللي هما ما كانش عندهم شعور بالوطنيه اثنين، واللي هما همهم الوحيد معناها في الكرسي وفي مصالحهم الشخصيه، ما خموش في التونسي، ما خموش في الدينار التونسي، ما خلوش في نجم نقول لك في الاقتصاد التونسي، ما خموش في التدهور المقدره الشرائيه نتاع المواطن التونسي. نحن داكوردو، هذه يقول لك النهضه هذه ما عرفتش تحكم، مش بالضروره باش نقولوا احنا مع النهضه، اما بالضروره زاد احنا باش نقولوا مع اللي شكون اختاروا الشعب. وهذه نقطه اخرى زاد مش تثار للموضوع، هذا المشي تو اللي حكومه الرئيس، باهي هو الاول في كيفاش باش تعمل انت كرئيس؟ معناها ولا كما باش تختار وزير غدوه؟ مش تقصي النهضه؟ النهضه مش تكون مرتاحه؟ مرتاحه؟ الله اعلم. الراحه كان في القبر، مش نقولوها بكل لغه، اما راهو النهضه عليها مسؤوليه كبيره، كما على الحكومه مسؤوليه كبيره، كما على الساده النواب هذوما اللي جابوا في اطراف السيف، خموا في تونس، حبوا بلادكم، راكم ماشيين اثنيه غالطه برشا برشا، اسمعوا الشارع، اسمعوا الشعب، اسمعوا الناس ايش قاعده تقول، اسمع التعليق، اسمعوا معناها مكلتكم، راكم اصبحتم معناها في الضحاله من ناحيه الراي، والراي اللي هو يكون عاده معناها مناصر لكم، للاسف الانتخابات جابتكم الكرسي، لكنكم انتم يضرب فيكم الكرسي ما حسنتوش استعماله ومش رجع لكم بالوبال. للاسف ان هذا سقوط مدول الديمقراطيه اجمالا، لان الديمقراطيه التونسيه ليست مربوطه بحكم النهضه، مرتبطه بخروج الشعب التونسي للشارع للتعبير على ما يريده، الا وهو الشغل والحريه والكرامه الوطنيه، في ظل ما يشاع عوده الدكتاتوريه البريطانيه. نحن الان ننتظر أول سجين سياسي في هذا العهد من أجل حرية الرأي والضمير. وعلى هذا الأساس فإن ما حدث بالأمس ليست لأن تكون في النهضة في مربعها الذي ترتاح فيه وأن تتنصل من الحكم، إنما لأن الشعب أصبح في واجهة مع دكتاتورية البريطانية الذي ورثتها أمريكا من الاتحاد السوفيتي. وهؤلاء الحكام المفترضين مستقبلاً سوف يكون مثل فيليب حبيب في يوما ما، وعلى هذا الأساس أخوف من أخاف عليه ألا نجد هذه الكاميرا قريبا في هذا الشارع. هذا ما يتبادر إلى ذهني أنا الآن. أما النهضة حزب فائز وستبقى دائما حزب فائز. والله قبل كل شيء أنا مستاء جدا من سقوط الحكومة، لأن من الناحية الاقتصادية من الناحية السياسية نحن في أشد الحاجة إلى تكوين حكومة، واللي صار البارح هو معناها سقوط الحكومة أنا أعتبره هو انقلاب ناعم، انقلاب دستوري على الحزب الفائز. الحزب الفائز هو المفروض كان ينجم يحكم،
ولكن كانت حكومة سياسية وبعض الأطراف وأذكرها اللي حركة الشعب وحركة التيار الديمقراطي أدار ظهرهما للحكومة وغدر بناخبهما. كان المفروض تكون حكومة سياسية ولكن للأسف مرينا الحكومة كفاءات. الحكومة كفاءات هذه لم تنجح في الوقت اللي من المفروض البلاد في أشد الحاجة إلى تكوين حكومة. بالنسبة لسؤالك النهضة، النهضة دونك تو ديبون حسب، هي في موقف لا تحسد عليه، موقف صعب جدا، ربما تمشي المعارضة ولكن الأيام بيننا مازال، فما حكومة الرئيس ربما ما اصطلح على تسميته بحكومة الرئيس، يعني الرئيس يختار شخصية وطنية ربما النهضة تنجم تكون فيها، كما ترفض أن تكون في هذه الحكومة ونمر مباشرة إلى إعادة الانتخابات. لا سيتياسيون كونفورتابل للنهضة إن درا تكون في الحكم وأم في المعارضة، هذا ما ستبينه الأيام القادمة، وهذا لنا ربما هي في يعني امتحان عسير، امتحان معناه صعب جدا. أي طريق ستختار؟ إذا كان مش تختار الحكم ربما معناها في هذه ما عادش تنجم تحكم، فلتت من يدها الأمور نوعا ما، دونك ربما قد تختار المعارضة. ولكن المعارضة دعني أقول من ناحية نحن في بلد مازال في أوائل الديمقراطية، نتعلم في أوائل الديمقراطية، اللي يشد المعارضة ربما تدور عليه، يقولوا نحن تدور عليه تروح، وربما تلقى النهضة روحها في مشاكل ربما مفتعلة وربما لتصفية حسابات سياسية وسياسوية.